عندما تجتمع في المرأة مقومات النجاح والجمال والحضور والتأثير والنشاط بتبقى يمكن من النماذج النادرة، واحنا دايما بندور على النوعية دي من النماذج المشرقة دايما للمرأة المصرية. وضيفتنا النهاردة هي تمثل هذا النموذج، النجاح المتكامل في البيت، في الشغل، في المجتمع، في الحياة بشكل عام، غير الأناقة وغير الجمال. الدكتورة عواطف سراج الدين تربوية معروفة زي ما شفنا في التقرير، وزوجة السياسي الراحل ياسين بيك سراج الدين. ولما نشوف السيرة الذاتية ليها بنحس ان احنا هي ما فيش ولا نشاط من الأنشطة مش بتشارك فيه، فعندها كم من التنوع وكم من الثراء. درست الأداب والحقوق، كانت بتحب الغنى، كانت بتغني حاجات كتير، وعضو ورئيس شرفي لمؤسسات وجمعيات شديدة التنوع واجتماعية، يعني حاجات كتيرة جدا لو حبينا نتكلم عنها محتاجين حلقات وحلقات. لكن احنا نحاول ان احنا نقرب ونعرف ازاي بيتصنع النجاح، او ازاي المرأة تبقى ناجحة في كل المستويات وعلى كل الأصعدة كنموذج مشرف. بتنورنا النهاردة دكتورة عواطف سراج الدين، كل السعادة بوجودك. انا مبسوطة قوي ان انا مع اتنين قامة برضو الحقيقة. انا فخورة بيكم جدا. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا. أنا قبل ما نتكلم في أي أسئلة، أنت تتفقي أم تعترضي أن أنت شايفة نفسك امرأة قوية؟ أنت امرأة تصنفي نفسك كأن امرأة قوية؟ نقول قوية، بس هي كانت محتاجة عزيمة وإرادة وإيمان باللي أنت بتعمليه. بمعنى؟ بالشيء اللي أنت بتعمليه. اولا انك بتراعي ضميرك عند ربنا سبحانه وتعالى، فاذا انت يعني قمت بكل عمل بتعمليه بضمير فثقي انك هتنجحي، لانك هتديه من قلبك، هتخدمي وانت او بتعملي اي حاجه، مش هتسيبي حاجه مش كامله تقول لا يا ريت، لا لا بلاش بقى، او ما كفايه كده، وعارفه بسمع الجمل دي شويه. ما بيضايقكيش تعامل الاخر معلش هو بياخد خطوه لورا لما بيشوفك؟ ماليش دعوه بيه. الست دي قوية جامدة، خلينا حريصين في التعامل، ماشيين لا صح. ما هي قوية من نوع ايه؟ في فرق بين الصح صح والغلط. التفسير القوي ده ليه معاني كتير قوي. في واحدة تقول لك قوية اصل صوتها عالي وشخصيتها ومش عارفة ايه، وفي واحدة قوية هادية جدا لكن هي عارفة هي بتعمل ايه. لازم تفرقي ما القوة اللي انت بتقصديها. انت القوة النجاح والتأثير. القوة انك تنجحي، انك تحققي، تبذلي جهد، نفسك تعملي حاجة معينة، وانك عايزك تبقي عملتي اللي عليكي. أوكي. النتيجة ما ببقاش حطاها في دماغي، واخدة بالك يعني، لكن بعمل اللي عليا. الحمد لله نجحت يبقى جميل قوي، ما نجحتش يبقى ربنا مقدر ان هي وصلت لحد المرحله دي. انا بشوف ان قوتك وقوه الستات الناجحات وهم ناعمات ورشيقات وانيقات وجميلات كده زي حضرتك، بيبقى في النجاح وفي التاثير، ان انا ازاي انا ناجحه وتاثير من غير ضوضاء، من غير صخب، من غير اي شيء اخر، ولكن انا بشتغل زي ما حضرتك قلتي، انا مؤمنه باللي انا بحبه، مصدقه في اللي انا بحبه، فمخلصه للي انا بحبه. نيجي بقى نتكلم شوية، احنا هنروح من هنا وهنا وهنا، احنا حالة مش برنامج حواري كلاسيكي، احنا أبعد ما يكون عن الكلاسيكية. فحضرتك درستي الأداب وكنت بتغني، وكان عندك حلم ان انت تكوني مطربة، وصوتك حلو على فكرة انا عارفة، وبعدين فجأة تروحي للحقوق، وبعدين فجأة تقابلي ياسين بيه سراج الدين. يعني احكي لنا الرحلة، وانت في الأداب وصوتك حلو في مسرح الجامعة والحاجات دي، كان هو ده المستقبل قدامك ولا الدنيا مشيت بالصدفة؟ أولا انت معلوم معرفش عرفتيها منين، الصحفي اللي وصل عن صدره. لا بصي، لا طبعا هو الغنى عمره ما كان التارجت في حياتي. ايوه بس كنت بتغني، كان صوتك هواية. بالظبط، هي هواية ومنافسة، حسيت ان انا داخلة في منافسة لجامعة القاهرة، فانت بتخشي قصاد جميع فروع جامعة القاهرة لحد ما تخلصي المركز الاول على الجمهورية، يعني خدتها كنجاح، كتحدي، وكان صوتي حلو، يعني كان صوتي اكيد كان حلو يعني،
بدينا انا خدت مركز اول على الجمهوريه سنتين. لكن انا كان كل طموحاتي ان انا اكون استاذه في الجامعه. يعني انا طول عمري عايزه ابقى استاذه في الجامعه. عشان كده لما خلصت كليه الاداب طلعت الرابعه على الدفعه فخدوا الثلاثه اللي قبل مني. انا بديك يعني شوفي. ايوه ما انا بس طيب. انا فقلت طيب اوكي ما فيش مشكله انا برضو هحضر الماجستير وحضرته مع دكتور صلاح العقاد وقعدت 5 سنين توفى اتلغت الرساله. انا بديكوا اللي عايز يعمل حاجه ما مدى الصعاب اللي ممكن تقابله ويصر ان هو يعملها. عارفه لما تشعلي 5 سنين وتتلغي الرساله عشان وفاه صعبه جدا لا وعندنا في كليه الاداب وانا مش فاهمه ليه بيعملوا كده في الناس. ليه اعمل سنه تمهيدي تاني؟ طب ما انا عملتها عملت سنه تمهيدي تاني وسجلت تاني مع الدكتور يونان لبيب رزق الماجستير عشان تبقى محظوظه بالقناه. شفتي وبعدين في الوقت ده كمان ايه دخلت اتجوزت وبعدين بدات اخلف فقلت لا لازم اخلص الماجستير. وانا بتوين الماجستير قبل المناقشه حد جه قال لي ما تيجي نخش حقوق قلت لهم يلا دخلنا انتساب حقوق. شفتي انا كل ده الحقوق دي خدتها على كبر يعني لكن هي الاداب هو التخرج بتاعي. خلصت الماجستير وبعدين دخلت في الحقوق وبعدين عمل والدكتوراه خلصتها مع الدكتور يونان لبيب رزق. وكان خايف برضو يحصل ان انا كان حبيبي بدا يتعب فقال لي عواطف انا تعبان ما بنصحكيش تعملي معايا يعني الاشراف بتاعي فانا هدخل معايا دكتور احتياطي. قلت له اوكي فدخل معايا دكتور احتياطي في يوم عشان تعرفي القدر. لقيت حد بيقول لي انت عزيتي في الدكتور محمد. قلت له محمد مين؟ قال لي اللي معاكي في الرساله اللي هو جايبه لي احتياطي. اللي هو جايبه لك احتياطي هو توفى. فجريت بقى قلت له النبي يا دكتور عايزيني خالص بقى الله يخليك. ففعلا الحمد لله ناقشنا الرساله وخدتها بامتياز مع ده يعني الشرف يعني. طب انا عايزه اسال شفتي انت ده اللي انا عايزه اقوله لك.